تزامنا مع احتفال العالم بيوم اللاجئ العالمي، أقامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر والسفارة البريطانية لدى القاهرة أقاموا حفل تكريم للاجئين، وده لتجديد الدعوات للتضامن معهم حوالين العالم. حفل أقيم بحضور مسؤولين من الحكومة المصرية ومنظمات مختلفة من الأمم المتحدة والمجتمع الدبلوماسي وعدد من الشخصيات العامة. تزامناً مع يوم اللاجئ العالمي، كان للسفارة البريطانية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم خاص لإلقاء الضوء على قضايا اللاجئين من جانب ودعمهم من خلال إعادة توطينهم من جانب آخر. نحن سعداء بالعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لإلقاء الضوء على يوم اللاجئ العالمي. هذه ليست احتفالية، لأن العالم المثالي لا يوجد به لاجئين. ما يمكننا الاحتفال به هو التزام الأشخاص الموجودين اليوم تجاه هذه القضية كحكومات ومؤسسات وأفراد قادرين على إحداث التغيير في حياة اللاجئين. ونحن نحترم دور الحكومة المصرية بالأخص التي تهتم بشؤون اللاجئين في مصر. إعادة توطين اللاجئين هي مجال أساسي لدعم اللاجئين ولمساعدة الدول المستضيفة للاجئين مثل جمهورية مصر العربية. في هذا الإطار، في تعاون مثمر ما بين المفوضية والسفارة البريطانية وسفارات أخرى في مصر، كان لعدد من السفراء والسياسيين والفنانين تواجد خاص لدعم قضية اللاجئين وبحث سبل الدعم التي يمكن تقديمها للمشاركة في هذه القضية. طبعا لازم نغير فكرة ان البنت بتلعب كورة بتبقى مسترجلة او مش مثقفة والكلام ده، فانا دلوقتي بنحاول ان احنا نغير الفكرة ان البنت لازم تبقى مثقفة، لازم يكون ليها دور كبير جدا في الايفنتس اللي زي دي، عشان دي حاجة مهمة جدا. وطبعا في طبعا لاجئين بنات نفسهم يلعبوا كورة ونفسهم في الاتنشن دي، فطبعا يعني حاجة كويسة جدا، وان شاء الله ام لوكينج فورورد يعني ان احنا ناخد الكورة النسائية في حتة تانية. وفخوره طبعا، مبسوطه ان انا موجوده في الايفنت ده النهارده. دي مش اول مره اليو ان ريفوجيز، اتعاملت معاهم قبل كده في الجونه في الفستيفال، وبعد كده كان من سنه بالظبط تقريبا كنا هنا في نفس المكان ده، والسفاره البريطانيه كانت حريصه ان هي بتنظم الايفنت ده وعامله يوم للاجئين، فكنت مهتم ان انا احضر. سببين، اول سبب حقيقي ان هم فكروا يعزموني، ده حقيقي اهتميت اعرف ليه فكروا يعزموني، حاولت يبقى ليا دور حقيقي، لان يعني بشكل او باخر انا مهتم بالقضايا اللي من النوع ده كلها، وحابب ان يكون ليا دور اكتر من ان انا اجي بس احضر او اجي اتصور يعني. فالمره دي جايه ادور على دوري وهنا ممكن يبقى عامل ازاي، ومنتهى الصراحه يعني، وجايه ومهتم واي ابريشيت يعني، مبسوط ومقدر ان هم حريصين ان هم يعزموني تاني كل سنه، ف يعني إن شاء الله يبقى ليه دور أكبر مع الوقت معنا. وفقاً لأحدث تقديرات منظمة الأمم المتحدة، فإن تعداد اللاجئين تجاوز 25 مليون نسمة، لذا فهي قضية يجب إلقاء الضوء عليها وبحث سبل دعم إيجابية تجاهها. آية الأبنودي، MBC مصر.